منورنا، نورك. اخباركم ايه؟ كويسين؟ يعني خليني اقول لكم في البدايه انه انتوا اول حلقه تتعمل بناء على طلب الجمهور. لما سالنا بعد ما سجلنا وزعنا كام حلقه كده تحب يكون مين معانا الفتره الجايه، قالوا كينزو فراس. فمنورنا في يوم السبت. اتشرفنا طبعا. يعني فعايزين نعرف كده في البدايه يعني بدايه علاقه كينزو فراس. سكرين شوتس كلها ماسك على سكرين شوت. كان ساعتها بقى في كل حاجه كان بقى بيلوف لوف بقى وكده، دلوقتي بقى قرفان من السكرين شوت. لا بدايتها ان انا دخلت كلمت على السوشيال ميديا هي إيه كان والله هي كنزي كانت شاطه صريح. تمام. هي كنزي كانت بتحط حاجات وهي بتغني زمان وانا كنت بعزف والله، ولا سامع ولا حاجه. هو انا فعلا ما سمعتش، بس دخلت قلت لها ان هي صوتها حلو. اول مره تعترف. معلش. دخلت فاهم، قلت لها ان هي صوتها حلو وكده، وان انا بعزف جيتار وكده، بعزف جيتار ودرمز يعني. فلو هي مثلا في باند بتغني ولا حاجه، طب تعالي نجرب نعمل حاجه مع بعض كده يعني. من ساعتها بدانا نتكلم كتير. بس طب بصراحه انت كنت بتبعت لها لسه 18 سنه عشان فعلا حاسس ان في حاجه تجاهها وانت ما تعرفهاش اصلا ولا كان؟ لا هو اكيد كان كنت داخل يعني اعجاب بيها مكسوفه بقى وامي قاعده وكده، البنت اموره فاهم، شكلها بنت ناس محترمه يعني وكده، كنت داخل بتعرف. عرفت كل ده من صوتي؟ شفتي؟ طيب عليك. عرفت كل ده من صوتها فعلا؟ شفت؟ مش مصدقك. كنت بس اسمع الساوند كلاود بقى واشوف صوتها. والله الصوت ده ابن ناس قوي. وليه بعت بقى فاهم؟ والله انا شايفه، كنت بصور، كنت بسجل في الدولاب عشان اصطاد صوتي يبقى حلو. استخبى في الدولاب فاهم؟ يعني ساعتها ادور عليه فاهم، يقولي فتحت الدرفه كده ده صوتي اللي هو عجبه وخلاه يكلمني يعني. وبعد طب انت رد فعلك ايه لما بعت لك في الاول؟ هو كنت حاسه ان ده واحد داخل يعني؟ لا كان بيتكلم انجلش كده ولا هزار؟ بيقول لي لا، كان بيقول لي كلام مش فاهماه. كي دي بلاي انسترومنتال مش عارفه ايه. فقلت خلاص بقى ده ابن ناس. فانا كان امور صور يعني. رد فعلي لا، ايام كان لسه عامل فورمه بقى والله. الفورمه موجوده والله، ما راحتش بس هي عليها شويه، زاد عليها شويه 16 كيلو. يعني 10 كيلو دهون كده بس. بس يعني والله في فورمه تحتيها والله بجد. اسمع، تعرفوا ان في ناس كتير فاكرينكم متجوزين اصلا؟ في طب ازاي بقى العلاقه اتطورت من لسه وانت 21 سنه وهي 18 سنه، الاثنين بيفكروا ان هم خلاص يتخطبوا وعايزين ان شاء الله؟ من اول بس كتير. من اول لحظه من اول لحظه اصلا احنا تفكيرنا، انا مش تفكيري ان انا بقى اللي هو يجاوب صح وكده. وانا عمري ما كنت اصلا بتعرف على شخص على ايه ده والله. يعني انت دخلت كلمت بنت على السوشيال ميديا وحتى لو انت مش بتفكر تصاحب والكلام ده، وانت اصلا مش كده يعني؟ دي جرأه بتطلع من واحد اوريدي متعود ان هو. لا على فكره، هو صاحب مرتين مثلا في حياته. لو انا بتعامل بطبيعتي، بس حتى لو انا مثلا كان بالنسبه لي اهم حاجه ان مامتها تبقى عارفه، لو مش داخل بهزر يعني. يعني لو لا انا داخل ستريت فورورد، انا مش بلعب بنات، انا عندي اخوات بنات، فمش بلعب ببنات الناس يعني. بس فدخلنا اللي هو في ريليشن شيب، تعرفنا على بعض وكده، وبنتعرف على بعض لغايه ما اخلص كليه. لما اخلص كليه يبقى في خطوه جد بس. واهم حاجه ان فعلا عندي ان اهلها يبقوا عارفين بس. طيب الارتباط بقى كخطوبه يعني، من ان انتوا لسه تتعرفوا ان انتوا تتخطبوا، حصلت ازاي؟ وقلت لاهلك ازاي؟ وافقوا على فراس؟ لا قلت لماما الاول على طول. وانا عمري اصلا ما ارتبطت ولا كلمت ولاد ولا حاجه، اخري بدل معايا في المدرسه كده كنا اخوات يعني. فهي بقى في الاول تعيط. نفسي ابص لها في الفرق، قاعده تعيط بجد والله. وقعدت مثلا شهرين تقول لي ما تجيبليش سيرته. قلت لها فراس مش عايزه اسمع. بس بعد كده بقى فجاه حبيته يعني. دخلت اتفرج عليه لقيته شكله دبدوب كده. هي في مره قعدنا مع بعض كده، انا مره علي جامد قوي. لا ده انت حبيتني. صوت طيب قوي جاي. في مره سقطت في كليه في ماده. انا بقى لما سقطت بقى، انت كنت تدرس هندسه؟ هندسه مدني بقى معروفه يعني. في ما هي معروفه كده ان الهندسه دايما دي بلس 1، فانت هتخش خمسه. لا هو كان اصلا يعني كان في السنه اللي قبل الاخيره ولا السنه الاخيره، وانا كنت في ترم 1، قرر فجاه يسيب كليته وعايز يجي معايا. زميلي في ال، فبقولت خلاص بقى انا هسيب هندسه اروح اول بيزنس او ميديا اي حاجه. فما عاد بقى كلمتها دي، بعدين قالت لي ده كيوت قوي يا كنزي ده. طلع لا اول مره شافته مره، قلت لها ممكن اخليكي تسلمي عليه، ما بصيتش عليه. وقالت لي ده قصير، هو 155. قلت لها انت متاكده انت بصيتي على فراس؟ تتلكك. يعني قصير. بعد كده بقى شافته تاني قالت لي ده طلع كيوت قوي ومش عارفه، ده طلع كيوت قوي، حبيته قوي بقى من يومها. خلينا نتكلم عن الانطباعات يعني. انت اول ما قابلتي فراس ايه الانطباعات اللي خدتيها عنه؟
غير ان هو شاب كيوت وبيتكلم انجليش والكلام ده كله. اتكلمتش انجليش قدامي على فكره. طبعا اللي بجد بقى ان هو بجد كان كنت حاسه ان هو اكتر من مسلسلات بقى التركي وكده، كان بيعمل حاجات بجد فظيعه يعني. كان مش عايز اشكر فيه ما ليش في الله صدق نفسه بقى يعني. كان مثلا كان محترم قوي، وكان مثلا بيسمع فعلا ويعرف انا يعني ممكن اكون قلت حاجه ونسيتها وهو بقى يفضل فاكرها. كان بقى كان مثلا مره كنت في النادي وهو كان مخلص تمرين، وكان فرق ما بيننا مثلا ربع ساعه مشي وانا خلاص قربت امشي، جالها جري. كنت حاسه ان هو بيعمل افورت قوي، وكان من الاول بيتكلم في الجواز ومش عارفه ايه، فمن قبل حتى ما يقول ان هو بيحبني فكنت عارفه بقى ان هو شخص فعلا محترم، كان مثقف قوي يعني. كان انت كل حاجه كان حرام عليك زال مثقف دلوقتي بقى ثقافته فيه زعجاني قوي، بيقول لي معلومات انا مش عايزه اسمع حاجه. بس في الاول كنت منبهره بقى ان هو مثقف قوي كده وبيقول كل حاجه صح، كنت بعمله اختبارات ودايما بينجح فيها. طب انت انطباعك عن كنزي، وانا عارف ان طبعا في كان في وقتها لسه كنزي ما يعني ما مش معروفه على السوشيال ميديا، ما بتحكيش كل حاجه عنها يعني، انت عارفها من السوشيال ميديا مش عارفها من يعني ما تحطتوش في الموقف. لسه كنا لو لسه متعرفين على بعض في الاول. ايه مواقفك يعني انت انطباعاتك عنها يعني؟ لا يعني في الاول قبل طبعا اي حاجه، غير انت شفت صوره الله البنوته دي شكلها حلوه محترمه. ازاي كانت وحشه؟ لا يعني بالعكس والله كنت شايف ان هي يعني بالعكس شايفها حلوه وانا لا والله كنت شايف ان هي يعني واحده هاديه عاقله. ما شاء الله باين طبعا. طبعا لا باين ان هي من بنت ناس محترمه يعني، ده اللي يفرق معايا. بعد ما عرفتها طبعا عقله وكل حاجه، بس مجنونه هي مجنونه بس بنت ناس طبعا. كان بيقولي اصلا في الاول كان بيقولي ايه احلى حاجه فيك ان انت هاديه وبريئه. لسه ما شفتش حاجه. انا لسه ما شفتش حاجه بقى. لما شفت بقى احلى حاجه فيك ان انت جميله، بس جميله انا يا ابني سابني ساب بقى عقله وجميله بقت جميله بس. بقت جميله بس مش في عقله، في صدمه كده يعني. اي اب بيقعد يسال الاسئله دي كتير طبيعي. غلس عليك في الاسئله دي؟ لا خالص بالعكس، انكل كان يعني من اكتر الناس اللي انا شفتها مريحه. بابا سبورتيف في الحاجات دي يعني، انكل سبورتيف جدا، واقف جنبي في كل حاجه، ما ازمش عليا اي حاجه خالص بالعكس. بص لا بابا جد يدي للناس منظر ان هو جد بقى، وطول عمره حياته كانت عسكريه كده، فهو كان شخصيه بقى يعني الناس بتهيبه قوي. ومعانا احنا بقى لقيه بقى داخل عامل صوت كرتون، فكان نفسي الناس تعرف الجانب ده عرفوه الحمد لله يعني. هو كان فراس بيقلق منه، ويلاقيه بقى من يعني فراس يلف يقعد يتكلم لعيب كده. طبعا بالعكس يعني، ممكن يبان ان هو طف، بس هو من اطيب الناس اللي ما كانش اطيب حد اتعاملت معاه في حياتي. بص انا هقول لك، هي الفكره كلها ان انا يعني في الوقت اللي احنا فيه ده بحاول ان انا اعمل كل حاجه بنفسي تمام، مش عايز اتقل على اهلي في اي حاجه خالص. عايز احس ان انا لا، انا اللي جايب شقتي، انا اللي جايب عربيتي، انا اللي جايب الشبكه، انا اللي جايب كل حاجه، انا اللي عامل الفرح وكل حاجه. فالموضوع واخد معانا وقت عشان كده، عشان لسه بكون نفسي وبظبط نفسي. وانا بادئ من الصفر الموضوع، عشان هم اصلا مش عايزين يتجوز، عايزين يقعد معايا يعني. انا واحد بادئ من الصفر خالص فاهم. اهلي الحمد لله لو عايزين يساعدوني هيساعدوني، بس انا اللي مش عايز ده. انا عايز ان انا ابدا من كل حاجه بنفسي واحده واحده، واطلع مع نفسي بس. بتتضايق من السؤال ده لما حد يقول لك ما اتجوزتوش لحد دلوقتي انتوا ازاي؟ بص هو ما كانش بيضايقني، وبعدين لما ابتدى بقى ان هم يقولوا بطريقه غلسه اللي هو دول اللي مش راضيين يتجوزوا ومش راضيين يتستروا، اللي هو الحياه دلوقتي ما بقتش بالسهوله ده يعني. وعلينا احنا وعلى اهلي برضو على فكره ان احنا نتجوز في اي مكان، ومش لازم شبكه والحاجات دي كلها، بس في اساسيات كده المجتمع بتاعنا عاملها لازم على الاقل تتعامل يعني. انا كفراس ما بيضايقنيش، بس اللي هو يعني دي حياتي وانا حر فيها، ومحدش هيتحكم فيها خالص. هو انا ماشي براحتي واحده واحده، وانا عارف ان انا مش عامل حاجه غلط، واهلها مستنيين مش مستعجلين على حاجه يعني، بس واخد الموضوع واحده واحده. بصراحه كده دايما الناس بتخاف من فكره الارتباط البدري ده، اللي هو يعني 18 سنه و21 سنه. فيعني ممكن يعني تفكيركم يتغير بعد فتره يعني، كل واحد حسيته ده. اقول لك على حاجه، لو مريته بده مثلا يعني بعد فتره معينه حسيت ان اتسرعت في قرار ارتباط بالفاصل بالعكس، ولا حسيت ان ده كانت حاجه حلوه ان انتوا صغيرين ارتبطتوا وكملتوا بالظبط؟ وشفنا ايام سودا سوا على فكره، انا كان معظم كتابي كان معايا وطلعته عليه كله من اوله لاخره. استحمل بصراحه والله العظيم شايله، تصدق شايله لك تصدق مش هركز عليك. فلا يعني لا، كبرنا سوا ونضجنا. وبعدين هو دلوقتي بقى المجتمع بقوا بيطلعوا ترندات كده، زي اللي هو هتزهق ومش عارفه ايه. فهي انا قلتها لماما قبل كده، قلت لها الزهق ده كنت بخاف منه. قالت لي طب انت بتزهقي مني؟ بتزهقي من باباكي؟ في ناس خلاص بيبقوا ثابتين في حياتك وبتتطوري وتكبري، هما يتطوروا معاكي، مش هغيرهم بقى كل ما يحصل لي حاجه.
ف وبعدين انا وفراس جايين من بيتين كده ان احنا عندهم لويالتي بالظبط. وانا مثلا مامتي وبابايا كده ما بيحبوش التغيير، بيحبوا يعني بيحبوا اللويالتي، وفراس عيلته نفس الموضوع. هو شخص واحد انا معاه طول عمري، ما فيش لما ما فيش فكره اصلا انا هغير شخص، هفكر ان انا ارتبط بواحد لما متاكده ان هو ده هي هو ده الفكر بتاعنا، اللي هو انا ارتبطت بشخص لا انا مكمل معاه طول حياتي مش هو تسلية بالحلو بره بالوحش بقى. بكل حاجه، لان كده كده الاثنين بيتطبقوا على بعض، كده كده الاثنين بيعرفوا شخصيه بعض كويس جدا وبيعدوا بكل حاجه. معلش اللي بينهي علاقه بدري ده شخص مش عاقل، سواء على حسب ما ربنا هيسهلها يعني. نكتب الكتاب الاول وبعدين نستنى شويه ما عملنا اي مناسبه، يبقى على الاقل كسرنا الفتره بحاجه، بس يعني واحده واحده مش مستعجلين على حاجه. طب نتكلم بقى في الجزء اللي له علاقه بدخول كنزي. مين اللي دخل فيكم الاول عالم السوشيال ميديا وركز فيها اكتر؟ كنزي. اتخضيت؟ لا بالعكس، حسيت انه في حاجات هتتغير في حياه كنزي بشكل معين؟ لان كنزي اصلا من زمان بتحب السوشيال ميديا بتحب تبوست عليها كتير، فاهم؟ فوقت ما بدات تبوست اصلا وتجو فايرل عادي، لان هي دي حاجه هي حباها وبدات تعملها من زمان. ليها مزايا ولها عيوب زي اللي شفناها اليومين اللي فاتوا، لما حد يخش يغلس عليك بتعليق، ناس تكتب كلام مش كويس، ناس تنتقد، ناس تقول نصايح بدعوه ان هي بتدي نصيحه يعني. فكل الحاجات دي اكيد بتزعلها وبتاثر عليها. انت كنت خايف عليها من العالم دوت؟ اكيد طبعا في الاول، بس هي الفكره كلها ان يعني كل حاجه لها مميزات وعيوب. هو شايفني معظم الوقت الموضوع ده غيرين تماما بالزبط. انا بجد يعني اقدر اقول ان انا 100% تعبت من الاكتئاب بسبب السوشيال ميديا. انا بعمل حاجه بحبها، وعلى فكره يعني احنا ما نبصش مثلا للوحش، ال1% الوحش، في ناس سبورتيف بطريقه مش طبيعيه، 99% سبورتيف بجد بتعمل يعني. ناس مثلا زعلانين واحده تبعت لنا بتكلم ماما ده بتختم لنا القران بتعمل لنا مش عارفه ايه، ناس بجد يعني مش طبيعيين كميه حب شفته وعيلتي شافوه. يعني انا اعيد التجربه دي مليون مره في حياتي. طب لو جت كنزي بعد اللي وصلت له ده على السوشيال ميديا قررت ان هي زهقت وعايزه تقفل كل ده كله، هتساعدها هتدعمها حريتها الشخصيه؟ مش بص ما دام هي حاجه تبعها وشغلانتها وحاجه هي حابه ان هي تعملها براحتها، حابه ان هي تقف برضه انا معاها، لان في الاول في الاخر مش عايز حاجه تعملها ستريس، فاهم؟ القرار اللي هي هتاخده انا سبورتيف ليه، بس اهم حاجه ما يبقاش قرار غلط بس مش اكتر. ولو العكس، لو جه فراس قال لك انا زهقت من الناس كلها عارفه كل حاجه عن حياتنا ومش عاجبني الاداء ده على السوشيال ميديا وبتاع وانا عايزك تقفلي الحاجات دي كلها؟ ما كانش زماني عرفته من الاول، هو كان شخصيته كده بجد. لا هو شخصيته مش كده مثلا بقى. تفكيره اتغير؟ لا لا نيفر، هو شخصيته مش هتبقى كده. بص انا عندي برود من الناحيه دي، ما بيفرقش معايا هي بتعمل اللي هي بتعمله، حتى لو حياتنا كلها موجوده انا عندي برود من الناحيه دي، ما دام انا بعمل حاجه اللي مريحاني ومبسوط خلاص مش فارق معايا اي حاجه ثانيه. ماشي، هقول لكم مجموعه من الصفات وكل واحد يقيم يدي للتاني كام من 10. ماشي، بس عايزين نتفق ان ما يكونش في مجاملات ولا في صراحه حاجه. زي الصراحه والله يا فكره بيغير غلاسه برضه يعني بصراحه. لا 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 ماشي. لا هو مش غلاس. اول حاجه الثقه. الثقه. النشاط. نشاط. النشاط. انا كرمك. العصبيه. ايه العصبيه؟ لا انا الذكاء. لا ذكي والله. بيتحمل المسؤوليه. بيعترف بغلطه. كل واحد بيعترف بغلطه كام من 10؟ حلو. لا قدرته على التعبير عن المشاعر. انت على طول انت حافظه الارقام، شكلك بتدي له حاجات صفر صفر. انا درست بقول لك درست كل شخصيته كان يوصي دي في 3 سنين يعني. صوته حلو وهو بيغني. كل واحد بقى يكتب صفه نفسه يشيلها من التاني. استنى ايه ده، واحده ده انا بكتب ثلاثه. حرام عليك. كل واحد يكتب حاجه حلوه كان بيعملها الطرف الثاني في الاول وبطل يعملها دلوقتي. هديه نفس كل طرف نفسه الثاني يجيبها له بعد ما نخلص الحلقه او اليومين الجايين يعني. اللحظه اللي كلنا مستنيينها بقى. يلا بينا. انتوا يعني واضح ان في صراحه كبيره ما بينكم يعني في الثقه. يعني خلاص بقى هي مديك مليون من 10 بصراحه. طيب. وهو مديك 10 من 10. بخيل. مفيش شك في ولا في الموضوع ده. 10 بس من 10. في النشاط هي مديك 3 من 10. كتير والله. بس يعني هي ردتها لك. بس هو رد عليك. قابل. 1 من 10. قابل. انت متوقعت. اتفضلي. ليه 1 من 10؟ انت مش حاجه في حياتها ولا ايه؟ من الساعه 7 بالليل. بص انا بحب ليه السوشيال ميديا عشان من سريري ولسه هتحرك. والله 7 8 بالليل. كده انا بصحى الساعه 8 الصبح 9 الصبح 7 الصبح 10. الفتره كان حبيبي فيها بقيت شتوي ما بيطلعش من اوضته بيلعب بلاي ستيشن بس. يعني لو نسي ويجيبوا لك اكل هتموت من الجوع. هو ده بيجي لنا فتره كلنا كده عادي. بيجي لك فتره كده؟ العصبيه هي مديك 2 من 10. واضح انك شخص يعني باين كيوت وهادي وجميل. باين. هو مديكي 8 من 10 بصراحه. الصراحه معلش نكمل بعض يعني 2 و8 بالظبط. في الذكاء هو
هي مديك 10 من 10 راجل مهندس يعني فحقك وهو مديك 10 من 10 ده دي مجاملات لا لا والله انا ذكيه صح ايوه انا حاسس في مجاملات في لا لا اسكى 2 في العالم يعني طبعا معلش شايل تعمل الكونتنت بتاعها كله لوحدها وبتتعب فيه كروبي ولا حد يفكر لك ولا حد يقول لك اعملي كذا مش الكلام ده يجيب لي فكره اقول له جيب لي فكره افضل قاعد ساكت لغايه ما انا الاقي فكره ايش بيتحمل المسؤوليه هي مديك 10 من 10 وهو مديك 10 هو بيتحمل مش قوي يعني صراحه جميل تبدي مرتب ومنظم هي مدياك 8 من 10 انا مديها 9 تقريبا ايه هي لا العكس 9 من 10 لا والله العظيم بقى لا ظلمه لو على كده هو اصلا مرتب اكتر مني بكتير يعني هو بيجامل انت بتجامل ليه لا انا بتكلم بجد انا مرتبه ايوه انا يعني مش تصحي الساعه 12 بالليل تقعدي تكسي اوضتك لا انا عندي اوضتي دي في نظافه الاوضه بتاعتي بقيت البيت بقى عامله زريبه كل واحد بيعترف بغلطه بكام من 10 هي مدياك 5 من 10 كرمك واضح انك انت عنيد لا لا خالص على فكره امال ايه يعني هو بيعترف بغلط هو كاتب عليه امال ايه طيب بترخم عليه حسيته هيديني رقم غلط لان انا مش بعترف بغلطي معاه ف ليه ده هو مديكي 10 من 10 ايه ده والله العظيم كبسني انا بعترف بغلطي يعني بقول لك والله فعلا طول الحلقه الراجل يعني بص لك على حاجه صعب عليا بنشد مع بعض كل حاجه بس في الاخر لا كل واحد فيهم بيعترف بغلطه انا اسف بقول له انا اسف لا اديت له بص يعني يعترف بغلطه ايه هو في ناس بيصدق اشاعات يعني انت هتفهم انا كاتبه لك بقيه الحاجات فاقول له مثلا الاشاعه دي مش صح ما يبقاش مصدق عارف بقى اللي هو لغايه ما انا اتاكد بنفسي بس يعني يقول لي مش عارفه مين فلان لا انا اصلا يعترف بغلطه يعني لو حصل مشكله ولا حاجه لا والله انا بعدلها بجد 12 من 10 ده بيعترف بغلطه وحتى لو مش غلطان بيمشي انت ضميرك والله ضميري اتقتل النهارده قدرته على التعبير عن المشاعر انت ما بتعرفش تتكلم ولا ايه ما بتعرفش تعبر اديك 3 من 10 لا عندي برود شويه يعني هيعبر لك مره واحده كده هينفجر كده اللي هو هيقول لك اللي هو انا مشكلتي ان انا ما بعرفش ان انا اطلع اللي جوايا انا بقى بعبر صوته حلو هو بيغني هو الراجل بيجامل كتير هو هيخاف يديني 6 من 10 مدي صوتي وحش كنزي 6 دي حاجه افريج افريج ده مديكي 8 طيب انا صوتي احلى من صوتك يبقى كده مين ده لا هو صوته حلو شويه الصفه اللي كنزي نفسها تشيلها منك هي مش صفه يعني مش عارف كتبت ثلاثه كتبت الثلاثه طلبنا صفه كتبت الثلاثه البرود والعند وتسديد الشعاعات عارف ممكن يصدق اللي هو قطه براس سمك يا بيه ممكن يصدقها في قطه طلعت والله ابدا هنستهبل عارف حاجه اشاعات الامهات هو براس بيصدقها لا خالص يعني هو مديك العند برضه فواضح ان انتوا متواضعين عند بعض يعني ده جدا أوي. جدا حاجه حلوه كان الطرف الثاني بيعملها بطل يعملها بص هو انا ما لقيتش حاجه فقلت حاجه قلت شويه بس مش إيه؟ هي الكلام الحلو والنشاط يعني أنا زود كلام حلو شويه ما انا حاسس الراجل طول الوقت قاعد يعني فاهم لو زمان كانت بتدي كومبلمنتس اكتر من بس هي لسه بتدي كومبلمنتس عندكم نفس ال احنا واضح حب في بعض شويه لا هو النشاط ان هو كان بيعمل افرت عشان يجي لي دلوقتي اللي هو كلمتين حلوين كده بيجيلك كينج بص اصل لك على حاجه هي بتقول النشاط ان انا ما بجيلهاش انا زمان كنت ساكن اعتبر جنبها فرق بيني وبينها 5 كيلو بس دلوقتي انا فرق بيني وبينها 40 كيلو ساعه رايح وساعه جاي وكل شويه بروح لغايه بيتها ونرجع ساعه نخرج واوصلها لغايه بيتها وارجع ساعه البيت حرام عليك احلى حاجه الصراحه انا صريح مش هضحك عليكم انا ما بحبش انزل عشان الجو بيبقى حر لو في شتا حلو لا بالعربيه بصراحه كروع يعني انت مش طالبه منك هدايا ولا حاجه لا هو كمان برضه الحقيقه بصراحه مش عايز اي حاجه مش المفروض يطلبوني هديه الله عليك مش مدياك قلبي في عادي يعني بنات بتجيب هدايا للاولاد لا بجيب لك هديه على فكره انا كريتيف جدا على فكره في الهدايا ايوه يعني مثلا لو شفته في حته حته مثلا تيشرت عليه كرتون بيحبها افتكره واجيبه لا لا الصراحه سمول تاتش كنزي كريمه بزياده قوي والله قوي لا ده هبل يعني مش معايا بس على فكره مش معايا لا يا كنزي كريمه مع كل الناس معايا بس يعني هو فرص بيصور من الاوضه يعني نلعب لعبه تانية نحط بس ايدينا كده ما تغشش مين بيعتذر الاول بعد المشاكل لا والله مش عارف احنا الاثنين لا مش هينفع اقول بصوت ايه الهبل شاوري وخلاص يعني مش مين دمه خفيف اكتر مين رومانسي اكتر مين صبور اكتر مين بيقول للتاني بحبك اكتر حب متبادل مين عصبي اكتر مين منظم اكتر ما اعرفش صراحه مين بيعبر عن مشاعره اكتر ماشي اعرفوا الاجابات بقى لما ننزل الحلقه مش هنقول لكم ماشي يعني انضم لنا بقى المفاجاه اللي احنا عاملينها النهارده للجمهور واللي غالبا يعني هو الجمهور مستني معلش انا اسف والله انا بحبكم انتوا الاثنين جدا
بس يعني الحلقه لغايه طنط وعمو ليهم معزه خاصه يعني احنا كان نفسنا هو كمان يكون موجود معانا فيعني نتمنى الاستاذه الفنانه ايمان تشرف القمر مشرفانا يعني طول ما احنا قاعدين كنزي ايه عايزه تحكي حاجات هي حكالي كل حاجه بس برضو متوتره شويه كده وانا نايمه اصلا فانت ايه رايك مش خطبت انا مين ايه رايك في الكلام اللي قالوه بقى حضرته حاجه بحاجه ايه اكتر حاجه شايفاها حلوه في علاقه كنزي وفراس انه مستحملها هو اللي مستحملها الله ده مفيش حما بتقول كده لا هو مستحمل بنانها مستحمل ساعات بتبجان وساعات بتبقى سوري يعني بقلت الادب ممكن لو بجان فهو مؤدب ومحترم وبيستحمل اضربي حلوه انت تعمله مونتاج لا مش هتعمله مونتاج دي حقيقه وهي كانت واحد نص لا والله في على السوشيال ميديا بيقولوا لا انت الادب فهمي فاهمني يعني لا مجنونه كده ما بتجنن مع اهلي بس لما بتتعصب بتتعصب فجاه كده اللي هو انا اي حد عصبي كده بقى ليه ادب بالنسبه لي ده انا هو بيعرف يحتوي عصبيتها وغضبها يعني ما حدش يكلمني ممكن اوقفل معايا وخلاص واقفل عليه انا بقفل على الاوضه وامشي يا رب ان شاء الله يا رب انا لا هو بقى يهتم يهتمني يا طنط اقول له يا طنط ايه انا قاعده في البلكونه يا حبيبي يقول لي يا طنط كنزي في الاوضه بتموت ايه يا لب بتاكل بتموت قوي يا اخي بس اللي هو ايه خلي بالك بس واحد بس انا كنت بتموت ايه يا واد ده بقى علشان انت لا انت هو في الاول كان بيبقى فاكرني هموت فعلا هتنتحي بس اكشلي هو بقى ما شافش الجنيه بقى بيفتح الستوري يلاقيني بقى بعمل فقره ليليه فاهم هو مثلا انت متعاركه معايا وراكب رب السما فاهم اللي هو مصيبه اقفل معاها افتح بوستت من دي ستوري بتهزر فان ذاتي حبايبي عاملين ولاد خالتي هو انت بجد حرقه دمي وانت قاعده كده طلعت الكابت فيه بجد والله لو انت قاعده دمي محروق ومتضايق عشان انت قاعده متضايقه وريني انت مش متضايقه فاللي هو خلاص بقى طز انا مش بكلمك خليك وقفل يا فراس دلوقتي بعدين انا معاهم بقى له طب يعني حضرتك كنت اقرب لهم من عمو محمد كمان لان انت كنت عمو محمد احنا عمو محمد مره دخل عليها بتتكلم في التليفون وقال التليفون بتاعها عامل اخضر انت بتتكلم في التليفون بتتكلم صاحبتها يا اخويا عصيب تلاقي وبعدين جاء ابن مره قال لي بنتك بتتكلم اسمه فارس قلت له فارس ده المغني بتاع الفرقه شفت الويل والله خلوني اوراني سنتين اصل انا ما بخليهاش لا هي ولا اخوها يخبوا عني اي حاجه خالص لو قتلوا قتيل في الشارع يقول لي انا قتل عشان اساعد لو هي قالت لي خلاص جثه بقى يبقى من عسيبه السجن هتاوي الجثه زي اي ام لا ايه تاوي الجثه بس بتكفيها لما فراس جه يتقدم بقى كان كنت خايفه على فراس من كنزي ولا العكس؟ لا كنت خايفه محمد ما يوافقش فقلت له هو في حد كويس ومهندس وكذا وكذا بس هو لسه ما عندوش حاجه لسه ما ابتداش لسه ما اشتغلش فلسه حاسه طول بقول لك ايه محمد ما انا واخداك ما كانش عندك اي حاجه انا قلت له مش اهم حاجه الاخلاق قال لي واثقه في اخلاقه منين قلت له انا بحس وهو عارف ان انا عندي حساسه وعارف ان انا بفهم في الناس فهو ساب لي الموضوع ده وما ندمش بنحس دايما ان انت وكنزي وفراس وعمو محمد صحاب يعني قد ايه شايفه ان فكره ان انتوا صحاب مع بعض دي هي اللي مخليه الدنيا حلوه ولطيفه احنا صحاب كل الناس حقيقي يعني انا كنت صاحبه صحابها وصاحبه صحاب ابني كده فانا صاحبه كل الناس طب وقد ايه شايفه ان العلاقه ما بين اي كابل لازم يبقوا قايمه على فكره ان هم صحاب ان هم هي اهم حاجه هي دي اللي انا وافقت على فراس عشان كده عشان هو صاحبها عشان هو السول ميت بتاعها اي حاجه تانية ما تهمنيش خالص وهو بيسالني على حاجات ببقى شوف يقول لي ايه النهارده على الشبكه قلت له ما بعرفش افكر زي خلاص نتجوز مش بعرف اللي هو في ستاندردز معينه احنا محطوطين سوشيال ستاندردز كده انا مش عندي الحاجات دي خالص تمام اللي هو انا بحاول ان انا على الاقل عايز اعمل احسن حاجه فباجي اسال عليها لا مش فارق معايا لا ما بتفرقش معايا يعني بالنسبه لي مثلا الالماس ده ازاز الذهب معدن مفيش ما عنديش انا اخد اخلاق اخد حد يسندني في الزمن حد يبقى كويس معايا حد يبقى مؤدب لكن اخد الحاجات دي تتسرق او طب ازاي الناس تفكر ازاي بجد يعني ما اشترطتيش عليه ذهب بكذا عايزين فرح ولا اي حاجه خالص انا في حاجات كذا. ما شفتهاش غير لما غير بعد شهرين يعني في خطوبتي ما شفتش اللي هي القرايه الفاتحه فبقول له مامته انا ما خدتش بالي مامته زعلت قالت ازاي ما شفتيهاش انا عايزه ابين لها ان انا مش مهتمه يعني مش هي
هي كانت قاعده اصلا في البيت فاتحه عماله تفكر هتنضف ازاي بقى بعد هي حتى لا كنزي برضو لما مثلا كنا بنجيب هديه لقيت الفاتحه وكده كنزي ما فرقش معاها ان هي قالت لها طنط هاتي الحلقه اللي على زوجك ولا بصيت على رجلتي ولا اي حاجه بالظبط شافه الشقه طول انا مش هنزل معاها فاللي هو ايه دي حاجه برضو انا شايلها لها هي كنزي مش ماديه خالص ولا بيفرق معاها اوفر بقى احنا مش مدين اوفر اوفر زين كنت بدور له من وراه على شبكه لقيت شبكه ب 1000 جنيه قلت مش شبكه دبله بتاع قلت له ب 1000 جنيه قال لي لا مش مفيش شبكه بكده اللي هو انت بتقولي ايه؟ قلت له لا اخدتها دبله كده ب 1000 جنيه يعني ما شاء الله طبعا يعني انت عارفين ان ده ما بيحصلش بشكل كبير لا بس هو السوشيال ميديا اللي عملت كده يعني على المدى الواسع بتفكر بتحب الكومفورت زون تبقى هي عايزه تبقى جنبي انا وابوها او اخواتي ولاد اخواتي بس مش هتعرف اي حد في العالم لما ابتدت كده لقيت حب هي محبوبه ما شاء الله لا قوه الا بالله وحضرتك كمان بقى يا طنط يعني محبوبه وليكي جمهور كتير في ناس كده ايه بتحبي كنزي عشان خاطر حضرتك بصراحه يعني طب فين الفولو بقول لا انت عندك منوس لازم ابقى انا عندي زيك بالظبط لا ان شاء الله يبقى عندك 10 كمان المفروض يبقى عندك 10 يبقى عندي 100 بقى بس اه ما كنتش عارف ان انا محبوبه كده بس عرفت دخولكم العالم دوت يعني خوفك شويه من حاجه الاول بس كانت خايفه من يطلع الاخدان دي ازاي تقبلتوا الموضوع بص انا اصلا بهتم جدا جدا بشكلي فهي كانت كل ما تقولي طلعك لا مش هتبقى مش هبقى اي حاجه لاخدها فهي مره صورتني وخدتها على قد عقلها فبصيت لقيت ايه ده شكلي حلو والله جمر طب خلاص حطيه يا بنت حطيه بعد كده ما بقتش اهتم بقى بشكلي بقيت بخش بلغدي بخش بامر صار امر من غير حاجه والله لا 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 يعني ما حدش عارف ما شاء الله مش مفيش اي حاجه خالص حتى اي حاجه عشان المعجبه كانت وحشه حتى عملوا لي حواجب تقيله في البنيه فده ما لقيت نفسي خلاص كل الناس بتحبني زي ما يكونوا كنزي البنات بتحبني حب فظيع كان حاجه غريبه في الستوري البنات اللي في سن 30 سنه دول انا دول صحابي عندي كل الوطن العربي البنت في السن ده او الست يعني غلبانه جدا هي بتبقى متجوزه عندها ولدين مثلا او اولاد ومطلوب منها حاجات كتير قوي وفي غربه مثلا او في حاجه معظم الناس في غربه حتى لو جوه مصر تلاقي مثلا مامتها في اسكندريه وهي في اكتوبر مش عارفه فين كل ده لوحدها وبيبقى عندها مشاكل ولاقوني بقى لاقوني فانا اصلا متبنيه بنات يعني بقى خلاص بقى بناتي والله العظيم مش طبيعي وبينهم عمار بقى يقعدوا يبعتوا لها شايفه تبعت لها بنجا ما تبعتش لا حب في حب ناس ما اعرفهمش بنتبادل حاجات وحب وبنتبادل دعاء علمتهم في حاجات كتير قوي بسمعها طبعا منهم اللي يا ريت ماما تبقى زيك بقعد اقول لهم ماما كويسه انا ما كنتش كده معاكي زي ما انا معاك دلوقتي كنزي في ناس حبوا اهلهم بسبب ماما طمنت عليها خلاص في ناس حبوا اهلهم يعني فتره الاس دي ماما كانت صباح الفل كانت تقول لي انت فراس يعني الشباب بقى بينهم من بعض هم قاعدين على القهوه بتاع بيتكلموا بقى عن حماتهم ازاي بتغلس عليهم ازاي ما اعرفش خلق العلاقه ازاي طالبه حاجات حسيت بده في الاول بص مبدئيا انا دلوقتي حاسس بيه يعني قعده القهاوي دي مفيش كاصحاب كاصحاب لا بالعكس انا كنت قاعد مع نواوي قاعد مع مثلا النواوي ده عايز صاحب ليا مثلا فلو انا قاعد معاه وكده بالعكس كله بيقول لي يعني مفيش حد زي حماتك حتى في واحد صاحبي اسمه باهي بيقول انا اتمنى ان حماتي تبقى زي حماتك فانا نفسي بقعد اتكلم معاهم انا لما بقعد اتكلم معاهم فعلا لا انا بقول ان ربنا كرمني ان انا مامت خطيبتي مفيش زي امي انا اكيد ان ربنا بعت لي ام تانية مع مامتي يعني فلو ايه لا يعني فعلا فعلا انا مش هلاقي يعني مستحيل الاقي حد زي طنط ايمان لما بتزعل انت وكنزي مع بعض هي بتاخد صف مين لا صف كتير والله بتاخد صف الحق ومعظم الوقت بيبقى هو الحق فبتاخد صف طنط فعلا لو انا غلطان في حاجه بتقول لي انت غلطان بس لو انا عندي حق في صف الجد عمرها يعني عمرها ما كانت غلط في حاجه بالعكس وتقعد تفهمني انا غلطان في ايه وبقتنع مره واحده بس انتوا اصلا يعني 6 سنين مع بعض صح كده يعني اكيد كان في احيانا بيحصل مشاكل بتاع بص في سنه بتتعاملوا مع المشاكل دي ازاي في سنه كانت كلها مشاكل كل مشاكل لو معاك يوم دي. غير مشاكل مستغرب طيب كنت يعني متفقين مثلا ان احنا هنبقى في مشاكل ما بيننا بس مش هتوصل لحد احنا نسيب بعض لا مش هتوصل لحد ان احنا ننام بص زعلين. ما كانش في اوبشن ان احنا اصلا نسيب بعض هو ما جاش خلالنا اصلا لا احنا اتحطينا في مشاكل نتعلم ان احنا ازاي نعدي المشاكل دي مع بعض يعني حلو ان هو كانش بيخليني انام زعلانه ما كنت مستفز ازاي بص انا عندي رول كده اللي هو ايه مهما اتعاركنا مهما حصل اي حاجه ما ينفعش تاني يوم نصحى زعلانين من بعض لا خلاص كده حتى لو انا مثلا حتى لو هي مثلا غلطانه مثلا في حاجه لا انا بعدي مش مشكله حقك عليا زي بابا نفسك تشوفي كنزي عروسه امتى لابسه فستان ابيض لا انا مش عايزه اشوفها ايه مبسوطه بالوضع الحالي انا عايزاها مخطوبه على طول او تتجوز خميس وجمعه وتيجي تاني والله بص ما عنديش مانع والله انا عندي بجد بص بجد انا بقى البنات الستات بتزغرط في فرح ولادها ازاي ليه المفروض يعيطوا
يعني انا اخش الاقي اوضه ولادي فاضيه؟ لا مش سايبها لك يا حاجه خلاص. هي اصلا هتتجوز يوم وهترجع، هي مش هتقدر. هي اصلا والله انا لا، ما انا عامله بلان ان انا هتجوز في العماره بتاعتها، بس ما تعرفش. يعني سؤالي الاخير ليه كنتوا ثلاثه بقى؟ ليه انا ايه؟ احنا مبسوطين قوي في المكان. اه سوري القعده قوي. طيب هسالك سؤال ثاني يا طنط، قد ايه حاولتي في علاقتك انت وعم محمد تخليها يعني تاخدي منها المزايا اللي فيها لكنزي وفراس، او تعلمي كنزي وفراس؟ اول حاجه اللي هي قالتها قبل ما سمعتها بتقول ان هي كانت عندها او سي دي ان ما في ناس بتسيب بعض. طب ما انت مثلا لو واحد متجوز دلوقتي وممكن يشوف مليون واحده، هل هو كل ما يشوف واحده حلوه هيبقى عايز يتجوزها؟ لا. فانا فهمتها كده، يبدو طب افرضي هو ممكن فراس يشوف حد او انا اشوف حد، قلت لها انت اللي بتحبي الشخص ده خلاص بقى، مش الناس دي بتتشال، بتحبيه بقى بعيوبه، بتحبيه بكل حاجه الا اذا كان في حاجه جوهريه. فانا محمد كده يعني، محمد انا اعرفه وانا عندي 18 سنه بس احنا مخطوبين 4 سنين واتجوزنا بدري قوي، بقى لي حاجه و30 سنه معاه. اه الحياه كان فيها ابس اند داونز بالهبل، بس لو اتعادت هختاره تاني. ليه بقى؟ هو كان شبه فراس، كان مريح وكان طيب، كان ايه؟ وكانش بي لا هو صغير يعني، ايوه يعني زمان هو صغير. اه ما يسيبنيش انا زعلانه خالص، ما يسيبنيش انا معيطه خالص. احلى كلام يعيطني عم محمد دلوقتي، يعيطني بس ما يسيبنيش معايا. لا بابا بص شخصيه فراس بالظبط، اه بالظبط بتستحمل عصبيتي. فانا لقيت حد شبه يعني، بس ولا بيشوف الحلو ولا بيشوف يعني. تعمله شعرها اللي هو اصفر ما ياخدش باله، اسود ما ياخدش باله. لا بس انا بقول لك لابسه مقطع مش هياخد باله، لابسه شيك طيب حلو. انا بقول لك اه لازم فراس الفت نظره كتير قبل ما يبقى لا لا بس والله لا ساعات مثلا تركب. نصايحكم ايه لاي قبل حاليا سواء مخطوبين او متجوزين اللي يخلي علاقتهم تبقى يعني علاقه كده لطيفه والدنيا حلوه بينهم؟ التفاهم والاحساس الامان، كل واحد يحسس الثاني بالامان خلاص كده، هي احلى حاجه في الحياه. تفاهم ولا امان؟ اه فراس. لا انا بالنسبه لي طبعا تفاهم وامان وكل حاجه، بس اهم حاجه بالنسبه للراجل الصبر، لان هيشوف كتير لازم يبقى لازم يبقى صبور ولازم يبقى هادي، ما ينفعش الراجل يتعصب. لازم يبقى دايما هادي، لازم يبقى دايما بيفكر بعقله في مواقف لما بيحصل مواقف صعبه. فلو ما عندوش صبر الموضوع ده مش هيتم، مستحيل يتم. مش فاهم قصده ايه بس تمام. لا يعني مثلا ساعات بيحصل مشاكل يعني بيستحمل الله انا شفت الحلقه كلها منك بصبر. والله ما قصدي على الحلقه، بالعكس يعني مثلا ساعات البنات مثلا بيحصل يعني عادي، البنات بيحصل لهم خلل هرمونات حاجات غريبه كده فاهم. فلو الراجل ما استحملش هو ايه اللي من الترابيزه بقى خلاص. لا ما ينفعش، انت خلاص انت اخترت شخص هو ده اللي انت هتكمل معاه، استحمله بعيوبه وكل حاجه وخليك صبور بس. صح. طنط التغيير يعني طبعا نصيحه منك غاليه علينا كلنا، ما نقعدش ببعض على الواحد. لان في سنين العمر لو عشت مع حد 30 40 سنه هيعمل بلاوي وانت هتعمل بلاوي، مش هتغافل عشان هو ده اللي انت اخترته. تاني حاجه من الست بقى الرضا، والرضا الراجل بيفرح قوي ان الست بتبقى راضيه، وبيبقى الست الطماعه دي وحشه قوي. انا بتكلم عن ست، والراجل يحس بالامان زي ما كده. الامان ده مهم جدا فعلا، الستات بيحبوا. والودن انا قريت مره حاجه يقول لك الست عباره عن اذن، يعني الست تحب الكلمه الحلوه، يعني ما ممكن ما تشوفش حاجه حلوه بس يعني ممكن جوزها عفريت بس كلامه حلو، بيقولها تسلم ايديك يا حبيبتي، تسلم ايديك يا ست الكل، ربنا انت. الكلمه الحلوه دي بتخلي الست مبسوطه جدا. فاي راجل مش يقول كلمه كويسه لمراته، مش كلام حب يا روحي يا قلبي، لا يعني يقول لها ربنا يخليكي ليا، انت وقفتي جنبي، ايه الاكله الحلوه دي، فهمت؟ الست بتحب بالودان ده معروفه، ده حاجه انا قريتها في حته بس مش قادره افتكر فيها. يعني عايز اقول لكم انا يعني انا مش عايز اختم الحلقه فعلا من الانبساط اللي احنا فيه، ومبسوط جدا بوجودكم معانا، وان شاء الله كده دايما تبقوا معانا على طول وتشرفونا. يا رب برنامجنا بقى معاك بقى ان شاء الله كل حته ان شاء الله. شرفتونا.